أن نجد الفنانين يقفون إلى جانب السيد رئيس الجمهورية ويدعمونه ويساندونه ويدعمون طبعا الاستمرارية، كما أن الرئيس كان يرعى الفنانين اجتماعيا وصحيا ويتتبع أحوالهم. يستحيل يستحيل ما شاء الله، مع إيماني بالقدرة الإلهية التي لا جدال فيها كن فيكون. نعم، فراحت خطبت لي الزوجة الثانية الله. ويعني نعم الزوجة هذه ما شاء الله يا دكتور. الله أنت أحبك الله يا أستاذ، أحبك الله أنه أعطاك زوجة مثالية، زوجة عظيمة أحبتك لدرجة أنها ضحت بكل بكبريائها بحبها بكل ما تملك من جهتك، وعلى الله نتوكل وعلى الله نتوكل. لا أستطيع أن أوفيها حقها. ما شاء الله ما شاء الله، أنت عظيم أستاذ. احنا عندنا ثقة كبيرة بلي الرئيس الذي أفنى حياته من شبابه وعمره ولا تخلى على المسؤولية وعمره ولا تخلى على نداء الوطن، عندنا ثقة كبيرة بأن السيد الرئيس سيكون هذه المرة كذلك في مستوى نداءات أحزابنا ونداءات المواطنين اللي راهم يناشدوا رئيس الجمهورية للاستمرارية، وسيكون بعد ذلك لكل حدث حديث. رفيق درب سي احمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، واعتبر ان الثقة في محلها لان له كل تجربة وكل حنكة في تسيير اصعب الظروف. فيما يخصني شاكر فخامة الرئيس الثقة اللي وضعها فيا ووصلت لقصر الحكومة، كل مهام لازم تنتهي يومها.